أهلا بيكم في قناة تعلم الإنجليزية مع أميرة. إزايكم؟ عاملين إيه؟ ويا رب تكونوا بخير. في درسنا النهاردة هبدأ معاكم درس مش صعب ومش سهل، وهو حروف الجر Propositions. حروف الجر في اللغة الإنجليزية حوالي 100 حرف تقريبا، وملهمش قاعدة معينة، وأنا إن شاء الله هحاول أقرب لكم الموضوع من خلال الأمثلة والشرح. والفيديو ده هبدأ معاكم بأهم 3 حروف جر بنستخدمهم، وهما in و on و at. تعالوا نبدأ الدرس. استخدامات حرف الجر in: أولا تستخدم للشهور والسنين والمواسم ووقت اليوم ووقت الانتظار. أمثلة: The new semester will start in March. يبدأ الفصل الدراسي الجديد في مارس. In 2002 I have gone to US. في عام 2002 ذهبت إلى الولايات المتحدة. Lunch is in 20 minutes. الغداء في خلال 20 دقيقة. The trees grow in spring. تنمو الأشجار في فصل الربيع. I go to work in the morning. أذهب إلى العمل في الصباح. نلاحظ أن حرف الجر إن جاء بمعنى في. في غالبية الأمثلة السابقة الاستثناء الوحيد هو عندما تحدثت عن وقت الانتظار جاء بمعنى في خلال. Lunch is in 20 minutes. الغداء في خلال 20 دقيقة. ثانيا يستخدم حرف الجر إن في: واحد للتعبير عن وجود شيء داخل مكان ما. مثال: He is in the kitchen right now. إنه في المطبخ الآن. He is in the taxi now. إنه في التاكسي الآن قادم إلى هنا. اثنين لتدل على لون، شكل أو حجم. مثال: The jacket comes in 4 different sizes. تأتي السترة في 4 أحجام مختلفة. ثلاثة لتدل على مكان عام. مثال: I am currently staying in a hotel. أنا حاليا أقيم في فندق. أربعة لتعبر عن رأي، اهتمام أو معتقد. مثال: I believe in God. أنا أؤمن بالله. خمسة للتحدث عن الأحياء والبلدان. مثال: John lives in London. جون يعيش في لندن. Marcelo works in New York. مارسيليو يعمل في نيويورك. استخدامات حرف الجر on: أولا تستخدم مع الأيام سواء يوم من الأسبوع أو يوم معين من أيام الأشهر. أمثلة: On Monday I will go on a journey. يوم الاثنين سأذهب في رحلة. My birthday is on June 10th. عيد ميلادي يوم 10 يونيو. I will arrive on Friday morning. سأصل في صباح يوم الجمعة. ثانيا يستخدم في: واحد لتعبر عندما يكون شيئا ما على سطح شيء آخر. أمثلة: The paper is on my desk. الورق على مكتبي. I'm on top of the world. أنا على قمة العالم. The apple is on the table. التفاحة على الطاولة. اثنين للتحدث عن الشوارع والطرق. مثال: The restaurant is on Smith Street. المطعم على شارع سميث. ثلاثة
لتدل على حالة شيء ما. مثال: Everything in this store is on sale. كل شيء في هذا المخزن هو للبيع. أربعة: لتدل على جزء من الجسد. مثال: He kissed me on my cheek. خمسة: لتتحدث عن أداة إلكترونية مثل الهاتف أو الكمبيوتر. مثال: He is on the phone right now. إنه على الهاتف الآن. استخدامات حرف الجر آت: أولاً لتدل على الوقت. مثال: I will meet you at 12 p.m. سوف ألتقي بكم في الساعة 12 مساءً. ثانياً تستخدم في: واحد لتدل على مكان محدد. مثال: I will meet you at the clubhouse. سوف ألتقي بكم في النادي. اثنين: لتعطي بريدك الإلكتروني أو عنوانك الشخصي. مثال: Send me a letter at 20 Main Street, Florida, USA. ارسل لي رسالة في 20 الشارع الرئيسي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية. الخلاصة: حروف الجر إن وأن وآت. بالنسبة للزمان، نستخدم إن مع الفترات الزمنية الطويلة نسبياً، مثل الأسبوع والشهور والسنين والفترات الأطول من ذلك، مثل decade، عقد، فترة 10 سنوات، century، قرن، 100 سنة. نستخدم on مع الأيام، نستخدم at مع الساعات والتعبير عن الوقت. حروف الجر in وon وat. بالنسبة للمكان، المدن والدول والأحياء تستخدم معها in، يعني مثلا لو حد سألني Where do you work؟ أين تعمل؟ في حالة إن هرد عليه وأقول له في البلد الفلاني أو في المحافظة أو الولاية الفلانية أو الحي الفلاني، هنستخدم in. I work in Egypt. I work in Cairo. I work in Nasr City. أنا أعمل في مصر. أنا أعمل في القاهرة. أنا أعمل في مدينة نصر. الشوارع والطرق تستخدم معها on. في حالة إني هقول اسم الشارع هقول I work in Nasr City on عباس العقاد Street. العناوين المحددة تستخدم معاها at. في حالة إني أحدد المكان بالضبط اللي أنا بشتغل فيه هقول I work in Nasr City on عباس العقاد Street at اتصالات Company. أعمل في مدينة نصر في شارع عباس العقاد في شركة اتصالات. يا رب أكون قدرت أوصل المعلومة.